نظمت أمس بلدية الدائرة الخامسة مؤتمرا نقاشيا حول حقوق النساء ومدى مشاركتهن في الحياة العامة ومؤسسات الدولة. المناسبة جرت بمقر البلدية وذلك بحضور النائب الأول والثاني للعمدة. تفاصيل الزميل أحمد ياسين عبد الرحمن. مشاركة المرأة في الحياة العامة والمؤسسات الرسمية شعار مستشف من شعار الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2017، هو كان محور المؤتمر النقاشي لنساء الدائرة الخامسة بشتى طبقاتهن الاجتماعية وأعمارهن، حيث كانت أولى المتداخلات النائبة الثانية للعمدة فاطمة أحمد، والتي شكرت في بداية اللقاء جميع النساء المشاركات في هذا المؤتمر النقاشي، متطرقة إلى مجمل المواضيع التي ستتناولها المؤتمرات خلال المؤتمر. أما المحاضرة الثانية آدم أوريال أنغارستال ذكرت في ورقتها وضعية المرأة القانونية وكيفية مشاركتها في الحياة العامة عن طريق تقلد مختلف المناصب الإدارية والدستورية، وأن الدستور كفل للمرأة جميع الحقوق والواجبات كما للرجل، بجانب تقديم بعض الاستفسارات والأسئلة من الحضور إلى المحاضرة، والتي تمحورت حول مفهوم المواطنة وعدم المساواة بين الرجال والنساء في توزيع مختلف المناصب، مستشهدة بالمشاركات الضعيفة للنساء في البرلمان والحكومات والبلديات وغيرها من المؤسسات العامة للدولة.